السعودية والإمارات تضرب مصر في مقتل، وأقصد قناة السويس تضربها في مقتل، والسنوات القادمة سوف يتغير دخلها السنوي بشكل كبير جدا للأسف الشديد. وأيضا للأسف الشديد هذا التعاون مع الكيان الإسرائيلي وأمريكا والهند. الأيام القادمة سوف تتحول هذه الأمور وسوف يكون حديث الساعة. المهتم بهذه التفاصيل والأحداث الجديدة التي تحصل هذه الأيام يتابع هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الأعزاء، تحياتي لكم، معكم وهيب الصيبي. نحن تكلمنا في الفيديوهات السابقة أنه العالم يمر بتحالفات وأقطاب، تحالفات كبيرة جدا وقريبة جدا. في بعض التحالفات ممكن تستوعبها، مثلا يعني دول أصدقاء يتحالفوا ودول أخرى أعداء مع هذه الدول يتحالفوا، هذا شيء منطقي يعني وطبيعي جدا. ولكن في تحالفات جزء من ده وجزء من ده يتحالفوا مع بعض، تمام، هذا شيء قريب جدا، يريد لك أن تفهم سياسة هذه الدول وتاريخها وما هي العلاقات المرتبطة مع بعض من أجل أن تستوعب هذه الدول ليش يتحالفوا وهم بينهم مشاكل. هذا مش مشكلة، مع الأيام راح تفهموا. لكن الفيديو حق اليوم هو تحالف بالصميل. السعودية والإمارات تتحالف بالصميل الأمريكي، والذي من الآن وصاعد والسنوات القادمة راح تسمع عنه كثير. في تحالف قائم الآن راح تسمع عنه كثير، ولكن من الأفضل أن تشوف هذا الفيديو حتى تفهم الموضوع من البداية، لأنه في السنوات القادمة راح تأتي عليه تداعيات وتطورات كبيرة جدا. شوف يا عزيزي، علشان أختصر لك الموضوع أو بالأصح أعطيك الموضوع من البداية كذا، هو مش عداوة لمصر، لا، الموضوع هو تطبيع مع الكيان الإسرائيلي. تطبيع من؟ تطبيع السعودية، وهي البوابة للتطبيع مع الدول العربية. إذا تم التطبيع مع السعودية، لأن السعودية تعتبر أهم دولة إسلامية في الوطن العربي، وهذا الشيء يعني مفروغ منه. إذا تم التطبيع مع السعودية راح يتم التطبيع مع بقية الدول بشكل سلس وسهل جدا. إسرائيل وأمريكا تسعى بالتطبيع هذا من فترة طويلة جدا، من سنوات، ولكن خلال الشهرين الأخيرة، وأنا كنت متابع معهم بشكل كبير جدا، تم التسريع بشكل كبير بهذا التطبيع. لماذا؟ وهذا خارج موضوعنا يعني مش مشكلة. من أجل بايدن عنده انتخابات الفترات القادمة والشهور القادمة، يريد أن يأخذ اللقطة، يريد أن يكسب يعني هذه الفرصة ويكون هو الراعي الرسمي للتطبيق وحقق هذا الإنجاز أمام الشعب الأمريكي من أجل الانتخابات. أوكي، شوف بايدن على جنب، رميه على جنب، مش وقته الآن، خلينا ندخل الآن في التطبيق. التطبيع هذا مش معناته أنه كيف حالك، بارك تمام، خلاص افتح سفارة هنا، افتح سفارة هنا، أمورنا طيبة، خلاص أهلا وسهلا فيكم، لا، الكلام ده لا. التطبيع يا حبيبي ذا راح تدفع فيه ثمن وراح تأخذ، عرفت ايش طلباتكم يا السعودية وايش طلبات الكيان الاسرائيلي. طبعا في شروط من جانب الكيان الاسرائيلي وفي شروط من جانب السعودي لاتمام هذا التطبيع. التطبيع قائم لا محالة يعني، مش اي مفر، ولا هذا كلام تحليل من عندي، هذا كلام بلسان الأمير محمد بن سلمان، بلسان بايدن، بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بلسان الصحف الأمريكية والأجنبية كلها. الكلام الذي نقوله بهذا الفيديو كله أنا ما جبت أي شيء من رأسي، جبته من الأخبار، الأخبار وعلى لسانهم، راح أوريكم جزء من الفيديوهات. المهم يا عزيزي، الشروط هذه في شروط واضحة كلنا نعرفها، يعني مش كلنا، أي واحد إعلامي، أي واحد سياسي، أي واحد في يعني أي ممكن تنتشر في الصحف المحلية للدولة نفسها والعالمية. وفي شروط مخفية في أي موضوع لا أنا ولا أنت نعرفها، سرية، راح تكشف بعد 50 سنة. وما هذا الشيء، خلينا نحن نتكلم الآن على الشروط الذي نعرف. السعودية طلبت شروط، من ضمن هذه الشروط أنه يكون عندها مفاعلات نووية سلمية. طبعا سلمية ممكن تتحول ليوم من الأيام لأشياء آخر، المهم ما علينا، مفاعلات نووية للكهرباء وللأمور هذه الخدمية الذي راح تخدم الدولة. أوكي،
وأيضا طلبت مشروع لإنشاء الأقمار الصناعية، مشروع لتصنيع الأجهزة والصواريخ وإطلاق وتصريح بإطلاق الأقمار الصناعية، لأنه مش أي دولة تطلق قمر صناعي ولا أي دولة تنشئ فعلات نووية. لا، الدول هذه اللي راح تتجرأ لهذه الأمور راح تعاقب وتحاصر. طبعا الإمارات عندهم أقمار صناعية، طبعا أنت عارف ليش الإمارات عندها، ما يحتاج يعني أقول لك ليش عندها أقمار صناعية. على العموم، السعودية أيضا طلبت إنشاء مصانع للطائرات والمواد الخام. قبل أقول لك مواد خام، خلينا أعطيك اللوكيشن كامل. طائرات ومدفعية وصواريخ باليستية صغيرة المدى ومتوسطة المدى، إضافة إلى الدبابات، يعني لوكيشن كامل والتصنيع والمواد الخام، كل هذه الأمور تكون صناعة محلية مش تركيب. فرق ما بين تركيب وما بين صناعة، يعني القنبلة، الصاروخ، الأمور هذه كل جزء فيه يصنع في السعودية. طبعا وطلبت هذا اللوكيشن كامل، يعني الباكيت ده كامل، طلبت الباكيت ده كامل، قالت أي شيء ترفضوه يرتفض كامل أو توافقوا عليه كامل. هذا الشيء الذي أخر التطبيع لحد الآن، لأنه التطبيع له سنوات ماشي، ولكن الفترة هذه تم التسريع وبايدن يريد أن يمشي الأمور، وكلمتكم قبل دقائق لماذا. يعني على العموم، من ضمن الأشياء التي طلبتها الكيان الإسرائيلي هو العلاقات. طبعا أكيد راح تكون علاقات سياسية، ولكن علاقات تجارية وربط، ربط كثير من الدول من ضمنها دول الخليج بهذا الموضوع. وأمريكا استغلت هذا الموضوع، والهند، الهند عندها مشاكل طبعا مع الصين تعرفوا يعني، والصين عندها مشروع اللي هو طريق الحرير الذي تبنيه من عدة سنوات. الهند عندها مشاكل مع الصين، وأمريكا عندها مشاكل مع الصين، تمام، بخصوص طريق الحرير الذي راح يضربهم ضربة قوية. إذن تلاقت المصالح مع هذا المشروع وهذا وهذه الأمور، وهو إنشاء طريق آخر يربط التجارة ما بين الكيان الإسرائيلي الذي تريده، ربط اقتصادي يعني، تمام، وسياسي، وأيضا قطع طريق الحرير. أنا راح أعطيك الموضوع حبة حبة الآن، ركز معي يا دهمس، دهمس حبيبي ركز معي أنا بدالك. يعني تلاقت كثير من المصالح، خلاص وافقوا على السعودية بهذا الموضوع، ولكن راح يصرحوا لها بهذه الأمور عبر مراحل، عبر مراحل، تمام. في بعض الأشياء خفية راح نعرفها في الأيام القادمة. أوكي، الآن راح كيف يطبق المشروع الإسرائيلي. الآن نأتي إلى طلبات إسرائيل، الكيان الإسرائيلي، والكيان الإسرائيلي يعني أمريكا، كلهم مع بعض، مخ واحد وعقل واحد وشروط واحدة، وتلاقت مصالحهم مع بعض وأفكارهم مع بعض. ما هي هذه المصالح؟ ما هي هذه الأفكار؟ الكيان الإسرائيلي يريد التطبيع بشكل كامل، بشكل سياسي، بشكل علاقات اجتماعية، بشكل اقتصادي، يعني أنه يتفتح له أسواق في الدول العربية، وخاصة الدول الخليجية التي هي عبارة عن دول مستهلكة بشكل كبير جدا. شوف الدول الخليجية مستهلكة بشكل كبير جدا من أمريكا، من الصين، من كثير من الدول. تلاقوا هذه الأمور في مشروع واحد، وهو الطريق الهندي أو طريق التجارة الهندي، ولكن الأمير محمد بن سلمان سماه الطريق الاقتصادي. شوف هذا المقطع وراح أرد عليك. يسعدني اليوم نجتمع في هذا البلد الصديق لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك تتويجا لما عملنا عليه سويا خلال الأشهر الماضية لبلورة الأسس التي بنيت عليه هذه المذكرة، بما يحقق مصالح مشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي، وما ينعكس إيجابا على شركائنا في الدول الأخرى والاقتصاد العالمي بصورة عامة. سيسهم هذا المشروع تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سكك حديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية ومد خطوط الأنابيب للتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة وحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية.
شوف يا عزيزي، الطريق الاقتصادي اللي يقول عليه محمد بن سلمان أو الطريق الهندي المعروف أمام الصحف والأخبار الأجنبية أو الطريق القاطع قناة السويس الذي تكلمنا فيه هو واحد. على العموم الطريق هذا جاي من الهند إلى ميناء جبل علي الإمارات. بس عشان أعطيك نبذة يعني قصيرة، أنه أمريكا تريد أن تجعل الهند بدل الصين، لأنه أمريكا عندها مشاكل مع الصين، لأنه الهند لأنه الصين يعني عندها نمو اقتصادي كبير جدا، واقتصادها وتجارتها كبير جدا تؤثر على الـ 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 على الدول الأوروبية وعلى أمريكا. أمريكا تريد أن تجعل الهند بدل الصين. الهند طبعا كثافة سكانية وعندها مصانع وعندها أمور كبيرة جدا وعندها إنتاج بكثير من المواد، وتريد أن تحفزها أن تكون بدل وتنشئها وتهيئها أن تكون بدل الصين. طبعا اللي عنده معلومات كده خلفية راح يرى أنه الهند مشتركة مع الصين وروسيا وأيضا مع جنوب أفريقيا ومع كثير من الدول في منظمة البريكس، في منظمة البريكس النظام العالمي الجديد. أقول لك ليش الهند مع منظمة البريكس ومع تحالفة مع إسرائيل متحالفة مع أمريكا، هذه التحالفات القريبة العجيبة الذي يريد الذي يعني يريد منك أن تستوعبها ويكون عندك خلفية كبيرة من يعني كبيرة منها. أنا بس أعطيك فكرة لأنه السياسة يعني قريبة عجيبة، يريد لك أن يكون عندك خلفية عميقة وسنوات من أجل أن تفهم هذه الأمور وتحللها. شوف كيف الآن دخلنا في أمور ممكن ننحرف عن موضوعنا. المهم خلينا الآن نعود إلى الهند. المهم التجارة راح تأتي من الهند إلى فين؟ إلى الإمارات جبل علي، ومن جبل علي راح تتحرك إلى فين؟ إلى السعودية. احنا تكلمنا يعني في بداية الفيديو أنه راح تكون في شبكة قطارات ما بين السعودية ودول الخليج والإمارات. راح تنطلق البضائع من جبل علي إلى السعودية، ومن السعودية راح تنتشر في جميع الدول يعني الخليجية. الذي يريد يعني أي بضاعة تروح له في السكك الحديدية، ولكن في سكة حديدية مباشرة من الإمارات إلى السعودية، نقطة في السعودية مباشرة إلى من؟ إلى عمان الأردن يعني، ومن الأردن إلى إسرائيل ميناء إيلات. ميناء إيلات راح يهيئ من قبل أيضا الشركة الهندية، راح تهيئ ميناء إيلات وهتعمقه وراح تضبطه وراح تهيئه أنه يكون ميناء دولي يعني خمسة نجوم. من ميناء إيلات إلى فين؟ إلى دول أوروبا. من الهند إلى الإمارات إلى السعودية، ومن السعودية إلى الأردن، ومن الأردن إلى ميناء إيلات في إسرائيل، وبعد كده ينطلق إلى كل دول أوروبا. ومن ضمن الشيء لما قلت لكم أنه من السعودية ممكن يتحول إلى كل دول يعني الخليج العربي، وممكن أيضا يروح إلى اليمن، وممكن يروح إلى أي دول أخرى. هذا المشروع راح يضعف كثير من المواني في كل مكان، يعني في كل مكان راح يضعفها. لماذا؟ لأنه النقل عن طريق السكك الحديدية راح يكون رخيص مش مكلف. البواخر تكون عندها تأمين، يكون عندها مصاريف نقل ديزل، أمور كثيرة جدا وشحن لكن الكونتينر عندما يكون في السكك الحديدية لن يكلف الكثير. لماذا؟ ما يحتاج له شيء، يعني نظام كمبيوتر حديث. الهند يعني عندها خبرة بهذا المجال بشكل كبير جدا، تمام؟ راح يكون الأمور أوتوماتيكية وما يحتاج لهش إلا كهرباء، والكهرباء موجودة مع السعودية، والسعودية راح يكون عندها مفاعلات نووية كهربائية، يعني الموضوع ما يكلفش. أيضا السعودية راح توزع أيضا الكهرباء في السنوات القادمة يعني، تمام، إلى دول الخليج راح تبيع لها. راح يكون عندها عدة مفاعلات نووية وراح تبيع الكهرباء إلى دول الخليج الذي تستخدم المحطات الكهربائية القديمة بالمازوت والديزل وهذه الأمور.
راح تبيع لها الكهرباء بالمفاعلات النووية وراح يكون عندهم رخيص جدا. والشبكة السكك الحديدية هذه راح تشغل بالمفاعلات النووية، يعني الكونتينر والبضائع راح تكون يعني رخيصة جدا. لهذا السبب لن تضطر السفن أن تتحول وتسير إلى حتى باب المندب من عدن، أو تذهب إلى مثلا المواني الأرتيرية أو السودانية أو المصرية أو السودانية، ولا المصرية مثل ما قلتكم قناة السويس. لن تضطر إذا تذهب على هذا المسار المكلف، وراح تذهب على طول إلى جبل علي ومن ضمنها إلى بقية الدول مثل ما تحدثنا، مثل ما هو واضح عندكم في الخريطة. هذه هي الأمور القادمة والسياسة القادمة الذي راح تسمع عنها الكثير. طبعا هذه الأمور لن تحدث بكرة أو بعد بكرة أو الشهر أو شهرين، لا، بعد سنوات، بعد سنوات راح تبدأ هذه الأمور تعمل. ولكن أنا حبيت أنا أعطيك هذه الفكرة من الآن، أن يكون عندك فكرة من أجل إذا صادفتك في الأيام القادمة تكون عندك الفكرة البسيطة المبدئية الذي راح تبني عليها هذه الأمور. تحياتي لكم وإلى اللقاء.